النهاردة هنشوف مع بعضنا الختام. كل الفرق دي بتشارك في إقامة ورشة دولية بيعملها الفنانة المبدع انتصار عبد الفتاح. بتتشارك كل الفرق عشان بنطلع بلوحة فنية جميلة بتعبر عن حوار الطبول من أجل السلام. الجمهور دايما متعطش لمهرجان الطبول لأننا بنقدم الخدمة الثقافية مجانية في كل أماكن العروض، والحقيقة الناس محتاجة ده جدا في ظل دلوقتي اللي ما بقيش في حاجة مجانية من الفعاليات الفنية. فإحنا إزاي نحافظ على هذا المبدأ إن إحنا نقدم هذه الخدمة مجانية لكافة الجماهير؟ ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا، التواصل الفني والثقافي بين الشعوب المختلفة من خلال الورشة الفنية اللي بيعملها الفنان انتصار عبد الفتاح في الختام والافتتاح، اللي هو إزاي بيجمع كل هذه الثقافات مع بعضها في معزوفة فنية متكاملة. أنا دي تاني مرة أشارك في المهرجان، كنت شاركت السنة اللي فاتت والسنة دي، بس السنة دي مهرجان أقوى وأحلى والإقبال فيه شديد. وطبعا بنتعرف بقى الفرق العالم بقى، يعني فرق بتيجي من هنا وفرق بتيجي من هنا، فبنتعرف على بعض. هو المهرجان بسم الله ما شاء الله جميل. يعني احنا تقريبا قدمنا كل يوم عرض، ودي مش أول مرة نشارك، دي رابع نسخة لينا، وان شاء الله العروض تعجبكم. النهارده هنقدم عرض اسمه الدبكه. عرض الدبكه فيه فقره في الاخر بنقدمها لاخواننا في فلسطين عشان القضيه، وان شاء الله الناس كلها تنبسط النهارده. بنقدم فريق الايقاع وفريق الكرول، تعبنا جدا في التجهيزات والتحضيرات وعملنا مجهود كبير قوي، ومستر وائل عمل معانا مجهود فظيع عشان نطلع باحسن صوره قدام الجمهور وكده، ونشجع الجمهور ان هم يشتغلوا معانا.